شكرا معلقنا الكابتن إيهاب رجب في شوط أول رائع. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متقدم 17-12 بفرق 5 أهداف. رائع أداء، رائع فنيا، الروح عالية جدا من منتخب مصر. نتمنى إن شاء الله الشوط الثاني يكون بنفس الأداء في الروح وفي الملعب وفي كل شيء. والحقيقة جماهير بتتفاعل بشكل كبير مع منتخبنا، وكالمعتاد هو ده منتخب كرة اليد دائما أبدا بيكون في المعاد وبيكون دايما عند حسن ظن الجماهير المصريه. بروح لضيوفي في الاستوديو منورني للمره الثانيه، برحب بضيوفي كابتن مصطفى فاضل، كابتن ابراهيم سيد، وكابتن محمد عبد الله، وكابتن فوزي فضالي. كابتن ابراهيم، اجي لحضرتك، اكيد ليك تعليق فني كثير، خاصه انا شايف هنا كابتن كلام كتير مكتوب، يعني راي حضرتك في الشوط الاول ايه؟ والله هو الشوط الاول شوط قوي، المنتخب المصري بدا المباراه بقوه، في اول 5 دقائق حط 3 أهداف مقابل تونس ما حطتش حاجه. في الخمس دقائق الثانية تونس استجمعت قوتها وردت وجابت 3 أهداف، وأنا جبت هدف واحد بس. في الخمس دقائق الثالثة مصر رجعت ثاني وجابت 4 أهداف وتونس هدفين. في الخمس دقائق الرابعة مصر 4 أهداف وتونس هدفين. في الخمس دقائق الخامسة مصر 3 أهداف وتونس 1. في الخمس دقائق الأخيرة تونس حطت 4 أهداف ومصر حطت 2، وإجمالي 17-12. ده دليل على أن منتخب مصر تفوق في فترات طويلة جدا طوال المباراة، واستعد، وهي دي قوة المنتخب، وإن شاء الله يواصل كده الشوط الثاني إن شاء الله. يا كابتن مصطفى، احنا كنا جنب بعض بنتفرج وحضرتك راضي تماما على الأداء، راضي على حراسة المرمى، كلمني فنيا على المباراة أو الشوط الأول طبعا. لو كلمنا فنيا، في ربط جامد ما بين المدرب واللعيبه. لو هنتكلم على حته التحرك اللعيبه فنيا وتحركهم في الملعب وتفاهمهم مع بعض، هنبص تلاقي ان المدرب في الادوار التمهيديه ما كانش بيلعب الفرقه دي الاساسيه، وكان على طول مغير 5 لعيبه. نعم، احنا استغربنا كلنا. صحيح، اتاري ان هو يبقى بالتغيير ال5 لعيبه دول، ان هو كان بيجهز اللعيب التيم تاني او الصف التاني علشان خاطر يبقى ياخد جو المباراه حتى في قرب السكور. نعم، ولما جينا للمباراه اللي تعتبر النهائيه بتاعه تونس، ثبت اللعيب. نعم، وتثبيت اللعيبه قدر ان هم يتفاهموا ما بين برضه المدرب هايل وما بين اللعيب في التحركات الفنيه اللي هو مرنهم عليها، يعني بدليل ان هم حتى ان بقى من الباك العكسي للوينج العكسي، ودي طبعا ما كانتش بتحصل. صحيح، ان اللعيب بيغير اتجاهه في الهواء عشان خاطر يدي الكره للباك العكسي. يعني دي حاجات فعلا، يعني جميع المراكز في حماس، جميع المراكز متحمسين. الفاص بريك، ودي اول مباراه يتلعب فيها فاص بريك عالي جدا وبتركيز عالي. الوينجات اشتغلوا بالتكنيك اللي هو بعدم التسرع. نعم، يعني سند بداخل باريحيه، واقف في الهواء وبيشوف هيشوط فين مع تغيير اتجاه حارس المرمى. فدي حاجات النهارده احنا ما شفناهاش في المباريات اللي فاتت. التسرع، لا ما تسرعش، في تفاهم ما بين التركيز وفين الهجوم والتصويب نفسه في الهجمات فعلا في الاماكن اللي هي المظبوطه. نعم، اشكرك يا كابتن، وخلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نواصل تغطياتنا المستمره. مصر وتونس والتقدم في الشوط الاول لمصر 17-12، ومكملين تحليلنا للفتره الاولى ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين تغطياتنا المستمره مصر وتونس، شوط اول رائع لمنتخب مصر 17-12. كابتن فوزي، اجي لحضرتك، اكيد عند حضرتك الكثير فنيا اللي تقوله عن الشوط الاول. يعني طبعا عشان انا عارف ان احداث الشوط الثاني هتبدا بسرعه، النتيجه مقبوله، يعني فرق 5 أهداف مقبول، لكن ستيل لسه برضو في بعض المشاكل اللي ظهرت في الدفاع في منتصف الشوط الاولاني يجب ان تتدارك. الظهير الايمن بتاع تونس حطت كورتين من المنتصف، حطت كورتين من لاعبي الدايره، اعتقد ان في مشكله في النص لازم تتحل. سعيد جدا بقوه الدفاع، بدايه الجيم كان كويس جدا، كريم بسم الله ما شاء الله، يعني نسبه صد 31%. واحد وكام يا كابتن؟ 31%. هو شال 7 كور من اجمالي
22 كوره نعم. اتصوبت عليه نعم. فرقه تونس بدات بكميه كبيره قوي من الاخطاء، كان المفروض ان احنا نستغلها افضل من كده، وكان المفروض السكور يوسع اكتر من كده، كان ده هيساعدك كتير قوي. اعتقد الشوط الثاني هيبقى قوي جدا، وفرق خمسة في مباراه في شبه نهائي تقريبا، اعتقد ان هو مش الفرق اللي يخوف قوي بالنسبه لفرقه تونس، واتمنى ان شاء الله مصر تعيد وتصلح الاخطاء اللي موجوده في الدفاع. اشكرك يا كابتن فوزي. كابتن عبد الله، طبعا نتمنى ان الشوط الثاني كان فيه بعض الاخطاء كده ظهرت في العشر دقائق الاخيره في دفاع المنتخب المصري، كان عايزين بس اللعيبه بتاعت مصر تقدر تقابل لعيب الخط الخلفي، وحته التثبيت دي لازم تتم على طول، عشان في كان كذا هدف جه من الخط الخلفي من ناحيه الرايت، فعايزين بس نحاول ان احنا نصلح العيب دوت، وان شاء الله الشوط الثاني الامور ماشيه. شايف التركيز عالي طبعا، بس مش عايزين نفرح بدري. اكيد زي ما قال الكابتن ابراهيم بالظبط، مش عايزين نفرح بدري، وان شاء الله العشر دقائق الاولانيين في الشوط الثاني هيبدا يبين تكمله الجيم لصالح مصر. نعم. ان شاء الله. طيب اخد راي ضيوف الاعزاء، توقعاتهم للشوط الثاني والمباراه بشكل عام. كابتن ابراهيم، توقع حضرتك للمباراه فوز مصر ولا لا؟ ولو فوز ان شاء الله، ان شاء الله فوز مصر وبفارق كويس من الاهداف. نعم. كابتن مصطفى، ان شاء الله فايزين، وان شاء الله البطوله بتاعتنا يعني ان شاء الله. يا ده يقين، وتحليل تحليل يعتبر تحليل فني او كخبره يعني. رؤية لحضرتك ان احنا نفوز ان شاء الله، واللي هنا يعني هنكسب فرق 8-10 كده. نعم. كابتن فوزي، يعني كابتن ان شاء الله، ان شاء الله هنكسب، بس يعني مش قادر تتوقع، مش يعني العشر دقايق الاولى هي اللي هتفرق كتير قوي. ان شاء الله هنكسب الماتش ده، بس العشر دقايق الاولى هتفرق كتير قوي، هي اللي هتقول هنكسب زي ما قال كابتن مصطفى 10 او 9 او 5-6 اهداف زي ما قال كابتن ابراهيم. كابتن ان شاء الله العشر دقايق الاولى اللي هيبينوا الفرق بتاع السكور، واعتقد يعني ان احنا لو لعبنا بنفس المستوى بتاع الشوط الاولاني والبدايه كانت قويه، ان شاء الله ممكن يخلص فرق كبير برده ان شاء الله من 8-10. طب سؤال اخير برده قبل ما نروح لارض الملعب، كاتونجا يتغير ولا هيفضل في الملعب يا كابتن ابراهيم؟ هيفضل. كابتن مصطفى بيثبت. يثبت. يثبت طبعا. ده ما هو فايق خلاص. ما ينفعش تعديله دلوقتي لان هو راكب على لعيبة تونس. نعم. فما ينفعش غيره دلوقتي محمد علي يعني. طبعا نسبه كويس جدا، بس انا عندي راكب 31% انا شايف انها ممتازه لغايه دلوقتي بالنسبه للجيل. ربنا يحفظه كابتن. النسبه بتاعته طبعا عاليه جدا، وماشي بخطه ثابته جدا وبثبات انفعالي. رجل الشوط الاولاني هو محمد سند. كابتن، تقييمنا للحكام سريعا، الحكام المجريين ادم بيرو واوليفر كيس، راي حضرتك يا كابتن ابراهيم، كويسين يعني ماشيين كويس ولا كويسين جدا؟ 10-10. تديهم كام من 10 يا كابتن؟ يعني لو في اعلى نسبه مثلا من 9-10 خد، يقول له 10 9 من 10 تسلم. كابتن مصطفى، ما كابتن ابراهيم 9 من 10 كابتن عبد الله الحقيقه هم ممتازين، 9 من 10 ماشيين كويس. 9 من 10 يعني اذا اختيار ثنائي مجري لهذا اللقاء ظبط الدنيا بشكل كبير تحكيميا، وزي ما احنا شايفين خلاص لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نرجع تاني ونطير لصاله رقم 1 باستاد القاهرة عشان نقل لحضراتكم الشوط الثاني، مصر وتونس قبل النهائي. يا خالد ويحيى الدرع بيلعبوا في المجر، الحكام ما عملتش اعتبار لكده. ما يعني عندنا 2 لعيبة في المجر يا كابتن، كابتن ابراهيم بيضيف ان عندنا يحيى خالد ويحيى الدرع بيلعبوا في المجر، ومع ذلك لم يتم اعتبار. طيب خلينا نروح لأرض الملعب معلقنا الكابتن إيهاب رجب وننقل أحداث الشوط الثاني. كل التوفيق لمنتخب مصر، إليك الكلمة كابتن إيهاب.